اتفضلي يا ام هشام. السلام عليكم شيخ. السلام ستي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال يا شيخ مبروك وشكر لحضرتك. الله يسترك، اتفضلي. شكر لحضرتك. اول حاجه اني اتصلت بحضرتك وكان عندنا عيل غايب والحمد لله لقيناه وحضرتك دعيت لنا والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا رب. اتفضلي. وحاجه ثانيه بقى ان انا يعني عندي مشكله انا وجوزي اللي هو مبدي اصحابه عني، بيحب يخرج يقعد معاهم وبعد ساعات بيزعلني ويهددني بضرب بسبب صحابه، يعني بسبب صاحبه لازم يخرج يقعد معاه مهتم بيه. يقعد معاه فين؟ يقعد معاه فين؟ ثانية بس، يقعد معاه فين؟ يقعد معاه على القهوة في البيت. ده ما بيأثرش على شغله ولا حاجة؟ لا هو ما بيأثرش على شغله، لا هو بيشتغل الصبح موظف وما بيأثرش على شغله، بس أنا حاسة إن أنا متضايقة، يعني أنا متضايقة هو ما بيقعدش معانا ولا أنا ولا عيالي، أنا معايا ثلاث صبيان ومحتاجة له في تربيتهم، بس هو بيزعلني ويقول لي لا سيبيني أخرج أتهوت مش عارفة إيه، وكل يوم كل يوم مش يوم ولا حاجة ولا اتنين، لا ما بيقعدش معاكوا خالص خالص، ما بيقعدش معاكوا أبدا. ما بيقعدش معاكوا أبدا. القاعد معانا بينام. لا ما هو لازم، هو هيقعد يعمل ايه بقى؟ ما هو انت بنت الشملوله، ما هو انت لو شملوله تحكي له قصه ابو زيد الهلالي. والله ربنا وحده اللي يعلم، ربنا وحده اللي يعلم ونقف معايا يعني. تقعدي تلعبوا مع بعض كده خمسه وخميسه. ربنا وحده اللي يعلم. يعني تونسيه برضه. تونسيه. استني بس، استني هقول لك. انا هقول لك بس. انا هقول لك انا خايف يا مشام ان الراجل لما يجي يقعد معاكو تبتدي تفتحي كتاب الاوجاع، فعايز يهرب يقعد مع صاحبه يقول له ها 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 يا شيخ ها 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 ها، هيجي يقعد معاك تقول له ويل بصري والوال والحياه الغلب واختي والعيانه والسليمه، الحديث ده ما يتعدش معاه. ما هو الكلام فن، لازم نحكي مشاكلنا، ولكن لازم حد يعلم البنات والزوجات ازاي تعرض المشكله. انتوا عارفين لما نفتح البخاري ومسلم ونلاقي حديث نتعلم منه، انا مش عايز اقول بقى حديث وفايل واخطب جمعه، لا. في حاجه اسمها اختيار الوقت اللي اتكلم فيه على حاجه فيها زعل، وفي حاجه اسمها اختيار الوقت اللي اتكلم فيه على المصيبه. انتوا عارفين حديث ام سليم لما مات ابنها وجوزها كان جاي غطته، وبعد ما اتعشى وفرح وقضى ليله جميله جدا، قالت له لو حد مديك امانه وجاي ياخدها منك تزعل؟ قال ليه؟ قالت له طب الواد ربنا استرد امانته والولد مات، شوف اتنين تلاته. دي عبقريه، دي عبقريه، مش موجوده قصه عشان نحكي ام سليم ونقول انها زي ابو الهول، ولكن لا، عشان الستات اتعلموا منها. اتعلمي، واي ام عندها بنت لازم تعلمها كده، وتعلمها بالمحاكاه يعني بالتقليد. الراجل ليه بيطفش؟ الراجل ليه بيقعد علشان؟ انا لسه كنت في فاصل بكلم الشباب ورا الكاميرا وماتوا على نفسهم من الضحك. والله العلي العظيم قلت لهم الراجل بتاع الشات ده لو مراته جت جنبه وراحت غمزاه كده غمزه وقالت له بتكلم مين يا واد؟ بتدلعه. وحركتين ثلاثه اتكسف طبعا انا اقولهم على الهوا، هيسيب الشات ويرمي الكمبيوتر والدنيا تتغير. انما هي بتدخل له بتحسسه انها عارفه انه بيعمل غلط وانها صابره ام الصابرين وتنفق وتدبدب وسنين سودة، ده بيكبر الموضوع، ده بيكبر الموضوع. الحياه فن تعامل، والدين والله ما ساب فيها حاجه، الدين جميل جدا. يعني الناس كده في قاعده ايه؟ كانوا الصحابه يعني رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ليرسلوا إليه هداياهم. عارفين إنه عند السيدة عائشة بيكون مش مبسوط وعند غيرها متنكد، لا، أكثر سعادة أكثر انبساطا، فهم عايزين يزودوا الأكثر. الفكرة دي في حد ذاتها تنفع موضوع دكتوراه وماجستير، إن موقف الإسلام من الفرح عايز يكتره. احنا بنقولها حلو قوي، يا دوب نفرح يومين ناخد اجازه يوم او نهوي ساعه اباع، احنا عايزين الاقل. وربنا بيقول اوكي، ربنا ما عندوش مشكله والله، اللي عايز الراحه من ربنا ساعه بيقول له خدها ساعه، واللي عايزها الابد بيقول له هديها لك الابد، انت اللي عايز وتقول يا رب. وربنا نعم فندم،
اه فانت بس خلي كلامك الله يرضى عليك مع الراجل حنين شويه. وانا برضو اقول للراجل عيب عليك والله لو كانت بتقول لك هموم الاولين والاخرين، علمها وخدها بالراحه واسمعها، وانت غني لهم وهم يغنوا معاك، واملى بيتك انس وفرفشه، حرام عليك بلا صاحبي بلا نيله، كفايه عليه ربع ساعه كل اسبوع.